حليله الكهربائي الكهربائي الحرامي مطقم بعد مع موترك. يا سلام. السلام عليكم. الله الكهربائي المحترم. الله يكبر عليك. جت الحرمه تفتح الباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا شباب في الحلقه الثانيه من محاكي الحرامي. الحرامي الخبير الخبير اللي الشرطه مش قادرين يصيدونه ابدا. لكن الحلقه هذه باذن الله انها بياض وجه. نقول بسم الله. 701 اوكي. لو تذكرون ختمنا هنا يا شباب اللي زرفوا دباب في الحلقه الاولى وفكفكوا قطاعه وباعوها قطعه قطعه. فالحين عندنا هدف جديد، نروح الى البيت 701 وبسم الله توكلنا على الله. هذا هو. طيب من خبراتنا السابقه في الحلقه الاولى نزهب الامور كذا. اوكي وقفت الحمد لله. طيب اول شيء نلبس لبس الليل. اوه سمون سيزي ويرينج. من شافني؟ احد شافني بالحلال. اوه صباح الورد. توماس توماس ساعة انت بالله وش تسوي جالس قدام البيت؟ شوف الامطار الطيبة هذي. يوز كروبار. ما عندي كروبار. اوه ما يشوفني لابس اسود في اسود. هذي الميزة. سمعت صوت الشبك شك بس ما شافني. كفي احد هنا؟ طيب بسم الله. جالس ينظف هذا ما ادري وش يسوي. يوز هامر. اوه اتوقع بيسمعني. اي والله سمعني بس نحاول نكسره بسرعة قبل لا يشوفني. اوكي كسرنا. جاي هو يشيك. لا والله ما هو بيشيك. اوكي جلس. اتوقع ما في احد في البيت دام السالفة كذا. هو طالب مني ازرف اربع شغلات بالتحديد بس ما ادري وش هي الاربع شغلات. كتل لا ما ودي اعبي شنطة بشغلات ما يريدها. $7 شيل. ما يمدينا نفتح اوه شكله بيدخل البيت. شكله بيدخل البيت. جلس ينظف. خلى بس يجي واحد من ايوه لا شيل اللي تحت. ما هو بهذا ما هو بهذا اللي باه. يا للقروش بسرعه. ما لقيته ما لقيته الشيء اللي باه. ما لقيته. لعله هنا. ما في شيء هنا. فلوس. اوه ممكن داخل الغرفه بس اذا خش علينا هذه كارثه. ما في مكان نزبن فيه اذا تحت السرير. اوه يباني ازرف اربع شغلات بس اتوقع. ليه ما يصير واحد من اربعة؟ زرفت كل شيء. هذا ما ادري وش سوى ال شو اسمه خوينا عشان يطلبني ازرفه. اوه جرافون. جرافون هذا واضح انه غالي. تعرفون ثمانينات يا شباب اللعبة هذه. فشغلات للتواصل جدا. او يمدينا نحاش من هنا. اوكي اوبن. الحين التوتر مقل شوية. بلنس فور ستاكس. اوه 2 من 4. اوه هذا اللي باه. خلاص برنج شو اسمه نروح للستاكس خوينا. بس يا اخي بما ان الشنطه باقيه فيها اغراض فيها مساحه يمدينا ايش نكمل الباقي. راديو هذا كان اي والله راديو هاندي. هذا برضه غالي. في اي كاش هنا؟ اوه هذا الكاش اللي ندوره. حلو لان في ادوات كثير لازم نشتريها فحاول اجمع قدر الامكان. تلفزيون ما يمدينا نزرفه. والله يمدي كاري. السلام عليكم. في باقي غرفه هنا يا اخي. طماع انا والله اني طماع. حرامي طماع. طيب خلنا بس نقربها هنا. يا ولد هذا جالس ينظف ما ادري لين الساعة كم. ودي اشوف الغرفة هذه وش فيها. حمام يمكن. هو يمدينا الحمد لله انه ما في احد. انفنتوري فل. طيب ما في كاش. شيل. اوكي قبل لا يدخل علينا هذا خلنا ايش نحاش. باقي غرفة باقي غرفة يا اخي. كمل جميلك. انا خايف انه يلتفت لان هذا يمديه يشوفني. بسم الله. هذا حمام ما في شيء مفروض. بسرعة بسرعة بسرعة. بيشوف الباب مفتوح. احد يكرمكم الله ما نبي اما فلوس على الطاوله ما اشوفها. النحشه النحشه. سكر الباب خليك محترم. شيل. وشلون نطلع؟ تننت ويل كول ذا بوليس فور ايفن تراي تو اوفر باور يو. انا سويت له مارك بس ما اعرف متى يدخل البيت متى يطلع. اوه ماي جاد. راح التلفزيون يا شباب. راح تلفزيون الشرطه. شافني. اوه شافني. التلفزيون ما يمديني اوصله. لو استمن الله يخرب بيتك يا اخي. اقسم بالله لازم اني امرنا شرطي سريع ذاك. والله شرطي سريع. سمون سيو اركض الله ينكبك. اركض الله اركض الله ينكبك. وين موتري موتري وين ضيعته. اركض الله ينكبك. اركض الله ينكبك. اركب.
نحاش نحاش اقسم بالله ثاني مره يصيدني. لا والله تلفزيون غبني تلفزيون غبني اقسم بالله تلفزيون غبني. يا اخي لازم ندرب هذا شركه في جيم ولا اسوي له صرفه. ثقيل دم. يلا ما عليه، اول شيء بروح نعطيه الاغراض اللي يبيها. هذا احتفاليه بالسرقه الاولى. لا لا لا. الو وش الاحتفاليه ذي؟ واضح انها مستمخه معه. السلام عليكم، هذا بعد الحفله. سلام. How you doing? I'm good. What was that? Joel over there knows how to rock, but it's me that's gonna make him a star. Go down to the music store and pick him up a new guitar. Oh. It's gotta be an aquamarine Les Paul. ويكسر وانا اجيب له. الله يخرب بيتكم. Don't F this up. Okay. You're buying something. الله وانا سل وانا التلفزيون اختوستر 12 حلو. اوه في شيء غالي 32 اللي هو الراديو هاندي. الراديو هذا لازم ما نفرط فيه اذا شفناه. حلو وصلت فلوسنا، ابغى اشتري. What do you have? فلاش لايت حلو بيفيدنا في الليل. الهامر ريبير نصلحه بدولار واحد. نقول بسم الله. الحين موصيني اجيب له جيتار. الجيتار سلمكم الله نزرفه من هذا البيت او اني اشتري له. الظاهر اني اشتري له ما هو بزرف. اوه وخر ذا شلك انت والكتاب حقك وخر. خلاص صرت قوي انا. نسيت ما بدل الملابس يا شباب. يلاحق وراي. اوكي بلغ الشرطه. خربت الخطه. الشرطه من وين مقبله؟ اوه مقبله من هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا نروح باركن كذا ونقدم الوقت. والله ما كانت النيه هزرف والله. خلنا نبدل الملابس النكبه هذه. الله يا طيب. السلام عليكم. Can I help you? I'm looking for اوه في واحد سبقني. اوه دو يو نو هو؟ يقول له من اللي اشترى قبلي؟ من اللي سبقني؟ اوف كورس اي نو، بس ما يقدر يخبرني فور فري. بس يقدر يخبرني لو اعطيته فلوس. ب 400، ما عندي 400. الله يخرب بيتك. 400 عشان تخبرني الشخص اللي اشترى منك. بي ذا شوب اونر اور ستيل ذا كلاينت اريا. طيب انا ما اعرف الكلاينت. الكلاينت ليست وين الكلاينت؟ اوه الليست كام؟ طيب الحين اشل الريكورد بيشوفني. بس انا بركنت موتري بالريوس. الامور طيبه. شيل ستوب رايت ذير. اذلف قال لي 400 قال اذلف. يا اخي اركض تكفى. ويا ولا من الخط. طيب الحين نتحرى. وقف هنا باركنات الفندق الجميل هذا. ما شاء الله الشجرة هنا تزبني وانا داخل موتر. ايش رايكم بس؟ طيب هل اعطيتوني اي مهارة طال عمركم؟ اي اعطوني سكيل بوينت واحد. حلو. نطور الاستمنة. صراحة اهم شغلة حاليا شارب سنس. اوه يمديني اصيد الكاميرات حتى. ايفن بيهايند وولز 5 متر. مسافة 5 متر. هنا 7 وكذا. برايس اوكي. هنا اتوقع يوم اجي ازرف يمديني اعرف سعر الشغلة هذه كم تجيب لي في السوق. هذا ممتاز جدا يا اخي. كله والله ممتاز بس اهم شيء الاستمنة حاليا. خلنا نرفعه. انا قلت لكم بدخلها الجيم بس للحين والله ما عرفت شلون اقرا ال شو اسمه اللستة اللي زرفتها لو. اوكي هذا البار اللي هو ماسكه ستاك خوينا لسه ما وصلت الليفل ليفل تراستد اللي هم يوثقون فيني هذا الحراميه. ايش راح استفيد اذا كنت تراستد؟ راح ابيع بسعر اغلى 10% وانا يوم اشتري منهم يعطوني امور شغلات رخيصه. ميوزك شوب ما زالت عليها العلامه. ما تزرفها كذا الزرفه هذه، يباني ازرفها زرفه محترمه. اوكي كذا النظام. ها كلاينت ليست موجود هنا. اوكي يمديني اوصل للروف. فيه مدخل من الروف تبع التكييف الظاهر. الامور طيبه مو لازم ابدل الملابس. بسم الله. اوكي التهويه اتوقع هو مش موجود هنا ولا كان المفروض اعطيك كليك يمين قبل شوي عشان اعرف مكانه. بسم الله. جميل والله بالعيال. شيل هذا هو الليست. طيب هذاك اللي كان معي وشو؟ تشيك 703 هاوس. طيب شلون نطلع اول شيء؟ كي ميوزك شوب يوز كي. انا توقعت ان الباب الرئيسي بعدين لو جيت في الليل يمديني ادخل وازرف كل شيء. اوكي ما يحتاج اقرا. هو قال لي البيت 703. السلام عليكم. ما شاف شيء. 703 مره قريب قدام المحل بالضبط. السلام عليكم. اوكي ايش المشهد السينمائي الغريب هذا؟ This will require a bit of different approach. اوكي جالس يناظر المكان وشلون. Buy some intel about 703 from نولسكي. يقول هذا البيت يحتاج له شوية يعني ايش؟
فنتكات كذا ما تدخل كذا سيدة. أي هذا أوكي. I need some info الحين. $715 الحين هو بيعطيني الروتين. يعني فاهمين الحارة هذه كلها، يعرفون وين يشتغل رأيها، متى يطلع متى يدخل. Contain all of the routine and the location. أوكي شغلات المهمة. نفتح الماب 703 نضغط عليه. أوكي حاليا في البدروم يكون outside. عندي من الساعة 3 العصر أو من الساعة 8 لين الساعة 3 العصر. هذا ستيف. أما إينا أو إنما لازم نتعامل معها لأنها ما تطلع من البيت. وهذا يوم يكون برا هذه تكون في الكيتشن. طول هذا الوقت تكون في الكيتشن. هو باي إلكترتي إلكتريكان. أوه شيت يا شباب، الجزء هذا فيه إنك تلبس ملابس كهربائي وتسوي نفسك كهربائي. فول تيننت إنتو ثينكينج يو آر إن إلكتريك. لا والله كذا كثير والله. لاشتري تخيلوا فكرة رهيبة رهيبة والله في اللعبة. عطى الكهربائي ما يمدينا نشيل أغراض، مو مشكلة خلاص. حليلة الكهربائي، الكهربائي الحرامي، الكهربائي النصاب. خلاص مطقم بعد مع موترك. يا سلام موتر كهربائي. دام سالفة فيها كهربائي ليه أعرف متى هذا نايم متى هذا قاعد؟ خلاص يا بوي دق الجرس. أنا الكهربائي جايكم الساعة كم الحين؟ الساعة 6. السلام عليكم. الله الكهربائي المحترم. الله يكبر عليك. جت الحرمة تفتح الباب. What do you want? I'm here to check the fuse box. I didn't call for an electrician. You can check them, but I ain't paying for that. Door is open. Go ahead. خربيتها بس تخاف على الفلوس. يقول ما بدفع بس عادي يدخل. أي افتح الباب. نظفي نظفي. أخ الوضع فلا كذا يا شباب. تمشي تحط هذا في جيبك كذا من غير لا تشوف. هيدفون انفنتري فل. وشو انفنتري فل؟ كهربائي بيجيكم مع شوي معلش. انفنتري فل قال لك. يا حبيبي. يوز ذا دربل انت. ما عليه ثواني بس. يا طيب. تيب ريكورد هذا بس عندي. كيف انفنتري فل يا ابوي؟ قول ان ما عندي شنطة. هذا عيب الشغلة هذه. بس عجبتني حركة كهربائي صراحة. وي سكرت الباب. معليش والله بس. ما تفتح الباب خلاص طفشت. وات؟ اي والله سيفون يا شباب. ما عاجبها الكهربائي. طيب انا ارويكم والله لا اجيكم في الساعة 3 ولا وقت نوم. جايهم في اخر الليل كهربائي. طيب بدأ من سالفة كهربائي خلينا نجيهم الصباح. وش قلة الحياة هذه؟ السلام عليكم يا اخي. ايش قلة الحياة هذا؟ خلي الباب مفتوح. طيب في شغلة هنا زرفتها وفيه في البيسمنت يقول لك لازم تشيل مفتاح الباك دور. اوكي جميل. كالكليتر شيل الحاسبة عشان نحسب الارواح. هيز بلاير انفنتوري. طيب ما يمديك تشيلها يا اخي سالفة. بس يا شباب في طريقة. يعني تشوفون التلفزيون هذا على الباب. جبت الموتر هنا قربته. نروح التشينج اكويبمنت ونحط الشغلات اللي جبتها رص هنا لان ما عندي شنطة. لبس الكهربائي ما يشيل شنطة، هذا المشكلة. فلازم اني ازرف كل شوي وارجع. طبعا في كل مرة لازم اني ادق الجرس. استاذان من باب الاستاذان يعني لازم اني ادق الجرس. ها من باب الاستاذان يعني من باب الاستاذان. ترى كهربائي بشيل التلفزيون بصلحه في المحل وبرجع عشان. يا ليل الكهربائي غثيث. هو نسيت مسكر الدبة. هلا والله هلا. I'm here for the fuse box. اوكي شكرا. اوه $23 مرمية فوق الكنبة. شيل تلفزيون ثاني. بس المشكلة فيه موسيقى منه. ما تسمع انقطاع الموسيقى. اوه هذا البرايسي. هذا البرايسي. شيل يا اخي لا تستهبل. المندري فل ايش فاضي يا اخي. اللبس الكهربائي هذا لازم نبدله. طيب يمكن في ليت خربان داخل الغرفة ولا شيء لو تسمعين يعني. اوه الكاش. الاضاءة هذه الظاهر انها خربانة ولا والله ما ادري يا اخي. خلينا نشوف. اوه ما في شيء. طيب هنا يمكن في ليت عندكم خربان ولا شيء. في علامة برايسي اللي هو الجيو ما ادري ايش. الظاهر هذه اللمبة خربانة. اوه طيب يا اخي. معلش لازم سكر الباب عشان ما تكهربين عرفتي. رامن بلاير هذا شكله غالي يا ولد. تجاني سلو موشن كذا عليه. زوجها بيجي الحين الساعة 3. اي والله باقي 20 دقيقة. بسرعة بسرعة. اوكي كل شيء تمام. بس يعني التلفزيون هذا صراحة اشوفه ايش. التلفزيون يا بنت الحلال خربان. شو اسمه ذا؟ بصلحه وبجيبه. وش فيها كذا انصدمت اقسم بالله اني ما سويت شيء. بس زرفت التلفزيون وما عليه يا اخي. امور طيبة. احنا الحين شلينا شو اسمه تلفزيونين وشلينا المفتاح اللي هو المشن
هذا خوينا صراحة مكانه زبنة. تكفى لا تكفى لا تكفى لا تقولها تكفى لا تقولها. 48 hours later. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اوف دقيقة دقيقة خلنا نطلع من المكان الخرا هذا ولا اجيه مرة ثانية. توني امدحه والله توني امدحه. اصلا مو مني من التلفزيونات اللي محملها. اوه شايفين التلفزيون محملين. كهرباء يا اخي ايش دخلكم؟ بسم الله اول تلفزيون اجيب لك اياه. كم فلوس؟ وات في تلفزيون؟ اوكي تلفزيون عادي خليه في السيارة وبيعه. تي في سمول 80 واو سمعت ب 22 كالكليتر 60 تيب ريكورد والله جدا غالي. وايش معنى هذا 30؟ ان عنده واحد خلاص صار صرت بطران يا شباب. وعنده كروبار الحين يمديني اشتري حلو. اوكي من بعد التلفزيونات كلها اللي عندي شيء جميل صراحه ما يحتاج ان انزل هذا. حلو حلو الحين نرجع خفاف. اوه دخلوا الاثنين شفتوهم؟ شوف اثنينهم دخلوا. الكهربائي يا شباب. اوه شغلت النور يا ليل النور. هاي مدير الكتريشن يا ليل الكهرباء. ايش هذا كل يوم تدق علينا انت؟ ايش السالفه؟ افتح الباب نروح نجيب الشنطه. شنطه ما يمدينا نجيبها هنا يا ابوي دام السالفه كذا خربانه خربانه. نلبس لبس الحراميه ونتوكل على الله. صبر 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 بجيهم بالليل اخر انت ادعمك. صبر صبر بجيهم الساعه 3. اوه شوف كيف ينام. اوكي عدل شعره على السريع لا يتروش ولا شيء كذا. ما عنده الا نوم وسرقه بس. حياته جدا بسيطه. اغلى يجي يصفط هنا ويفتح ال يا سلام. شل الشنطه شل الشنطه. ايوه الحين يمدينا نشل. انا بس ودي اطور الشنطه لان ما يمديها تشل شغلات كثير. بسم الله. اوه ما جبت الكروبار يا ليل. اعتقد ان عندي مفتاح البيسمنت يوز كي. ايوه يا سلام عشان كذا احنا نزلنا تحت. هولد اي ما في احد متاكدين. سكر الباب وراك وعبي شنطه يا مدير. فلوس. اوه تسمع الصوت. اوه شت هات الفلوس اللي عليكم. هذا عندي اربعه منه رميت اثنين وشيل واحد منهم وخلاص. والله يمدينا يعني. ها بس قبل هذا خلنا نفضي مساحه له. الاشرطه هذا لم اذكر انهم رخاص. رميت كل شيء هنا بس الراديو نشله ونقول بسم الله. الله يكتمك بسرعة. كتمتني الله يكتمك. استسلمت للأمر الواقع ثبت مكاني. يا ربي. أوه أنا حاش لا بارك الله فيك. سكر باب الناس. والله الغرفة الثانية فيها أمور يا شباب. بس أصلا أنا ناسي إيش اللي جابني هنا. الهدف كله إني أجي هذا البيت عشان أرجع التيب اللي اشتروه من محل الأشرطة. والله توني أتذكر السالفة كلها. نسيت دخلنا في الكترشن ما أدري إيش. حرام يا أخي الشنطة فاضية. يلا ما عليه. شوف الدعمة حق الشرطي ما زال الزجاج مكسر الله يخرب بيته. يلا ما عليه. ستيل ذا جيتار. طيب ما عليه ما عليه. طلع ما هو بشريط جيتار. ما على بالي من الشغلات هذه اللي معي. والله ما غير ترزقنا من هالبيت. فضيلي فضيلي يا طول العمر. شوف الأسعار الطيبة. ماني إز ماني. طلع لي أتشيفمنت في ستيم. أحلى شيء إن معليش والله معليش يا اخي توني بقول احلى شيء ان البيت قريب ما يحتاج تضرب مشاوير. طيب ضيعنا الشرطه يا شباب نرجع الساعه 9. جيتار ما اتوقع انه بيكون في المطبخ فالساعه 9 بتكون لحالها وبتكون في المطبخ. تعطنا الكروبار. ندخل من الشباك هذا. شفتوا اي جيتار يا شباب؟ والله ما اتذكرني شفته. في فكره بس مش فاهمها بموضوع تكسير الشباك. اوكي ما ادري ايش سويت بس بسم الله ما سمعت. شكلها في المطبخ والله. في المطبخ ما في. في المطبخ ما في. اوه هذا الجيتار. سكر باب الناس يا اخي سكر. اوف. في
في شيء ينزل في طريقنا. الله لا يعمينا يا اخي. ما شاء الله يا الحرامي المستطرب. والله بما ان السالفه كذا تعرفون ما احب اطلع فاضي انا. اوكي ضغطت كل الازرار بس عشان افتح. انفضع السريع. في مساحه يا شباب. جيب الشغلات اللي خليتها هنا. شافتني. شكت بس ما شافتني. ايوه كذا منتري فل. خلها ترجع. واطلع من الباب الرئيسي. ما يمدي؟ ما عليه. خلها تسمع يا ابوي ايش يعني. سكر ما حصلنا شيء. بس الانفنتري فل. المفروض الحين التقييم يكون فل. مع انها انتبهت لي ها. دليفر ذا جيتار تو ستاك. الله يخرب بيتك يا ستاك. ايوه. كم؟ اس يعني احسن من الاي. الله يعطيك العافية. معلوماتك زي وجهك. امسك الستاك. I'm good. How are you doing? Well, I'm the manager. اوكي المانجر خلص علينا. So next up. ايوه. That amplifier he got over there sounds like ass. يا للمانجر ذا الفلسفة. Go get him a Stevie Mark 1 guitar amplifier. اوكي. Every time I look in his window it's just gathering dust. It ain't right. يقول في واحد في بيت 705 دائما الغبار فوق الامبليفاير اللي شو اسمه ولا يستخدمه فحرام. 705 المفروض انه يكون بسيط جدا. والله من الحماس نسيت ما ابيع الاغراض اللي معي ونسيت حتى ما بدل ملابسي هذا حق الحراميه. بس يلا ما عليه. الله جايب لك اغراض طيبه. اغلى واحد ايش؟ ما يعني اسعارهم ها لا باس. ايش عندك شجيه ريبير ب 33؟ اوف 703 وات؟ هذا 703 يقول دائما اشوف الامبليفاير من الويندو. نصاب هذا. طبعا ممكن شو اسمه الشغله تكون موجوده الحين وقبل ما تكون موجوده. اوه وات جاء الثاني هذا. خلاص ما بقى شيء. بلوكينج ذا واي سيارتي. يا لا 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 تصعد. بيجون الشرطة بيشلونا. لا بتختفي سيارتي ظهرنا بتختفي. تكفى. اوكي بلوكينج ذا واي. هذا المشتكي يا الله. ادعم جد هذا الحين. ما دعمته صح؟ يا اخي استغفر الله العظيم. اقسم بالله بالكروسبور دي. كروسبور ايش؟ الكروبار. اوكي هذا التست ويندو. لا حول. هذا التست ويندو. حلو. علمني. تكفى دور مكان ضعف النافذة. تسمع الطقة هذه ممكن؟ هاير لور. اوكي توقع كذا تسمع الطقة وش اسمه. جميل. وين الامبليفاير؟ 705 مو 703 705. اوكي دام السالفة بيت جديد خلنا نقرب الموتر. ما يحتاج نشتري شو اسمه. هو فوق. وشلون شافه فوق يخرب بيته؟ يقول لي اشتري الكروبار. يعني معقول تكسر الكروبار دريشة واحدة حق ترين؟ عطنا كروبار يا حبيبي. هذا كله يقول لك في السيارة عندي. المهم بيعه كله. فضيلنا الاستورج حق السيارة دام السالفة فيها بيت جديد. نبيع الأغراض ونيجي open window the crowbar and steel. طيب شلون ندخل؟ اوه سلام عليكم. وش اللي ستوب يا ابو الحلال جاي يدق الجرس؟ انا كهربائي انا. واخر لا وسخ يدي فيك. السلام عليكم. وين هذا؟ وين الجرس حقه؟ باي اند كويب ذا يا ابو الحلال. سوينا كويب جاء صادنا. يا نكبة النكبة. open window with the crowbar and steel the amplifier. شو ما شفته هذا؟ هالمرة نضيف صعوبة شوية. ما اشترت شو اسمه جدولهم ومتى يكونون موجودين وكذا. ندخل بيت من جد كذا حرامية ما ندري وش السالفة. كم واحد في البيت؟ وين موجود؟ لا أدري لا أعلم. هل يمدينا نفتح الباب؟ مأمنين الباب. الشباك موجود فوق. هذا يوم تهرب أغراض. يا أخي والله بسخين. أوكي حصلنا شباك. إن شاء الله إنه ما في أحد. لا شك الظاهر جيتهم في وقت طيب. طيب نسمع الطقة. أيوة. سبحانك يا رب. ناظر من تحت الباب ما في اي حركة. ما في اي حركة. بسم الله. طيب راديو على طريقة كذا كم من كاش يعني. اوه طيب. اوه
هو شك كذا لمح بس. طيب في شخص تحت بس نبي نسوي عليه مارك. اوكي ناظر ما في حد. سكر سكر زي الناس. هذا الامبليفاير اللي يشوفه من الشباك يخرب بيته. شلون تشوف يوقف هناك ويشوف دليفر ذا او شيت. طيب لازم نشله ونرميه كذا صح يمدي. يا سلام او جيتار اخوينا المطرب اللي نضبطه. اخي كل ما جيت بطلع يا اخي اذكر في شيء على الباقي. بسم الله جميل. اوه النحشة لازم اللفة طويلة هذيك. لو اني مبركن الموتر هنا يا اخي فنان الحركة. الحين الجيتار هذا نهديه الى اخوينا المطرب ونعطيه الامبليفاير يضبط الصوت فيه. وعيش يا مدير. عشان ايش تزيد العلاقة معاهم ويصغرون يعطوني فلوس اكثر. بيرفكت خلاص دركنا الوضع. هذا الجانج حقي دبابات. بيزا والله بغيت بيزا يا ولد. جعت والله جعت من السرقة هذه. امسك يا مدير. وهذا هدية فوقه كيف اعطيه؟ درب هدية بعد هدية يا الغالي. شيل. How you doing? I'm good. How are you doing, man? He's done a good job on that amp. But that's not enough. The hell's demons are coming tonight. I am what you might call a meticulous planner. I see 10 moves ahead of the board. I am the goddamned Garry Kasparov of alcohol theft. Behold. Kasparov. طيب يا شباب هذا الظاهر بي مشورنا مشاوير الليل والنهار بيضبط الحانة. أنا مستغرب وشلون يبغاني أجيب بيرز. شوف العلاقة زادت 10 بس هذا كله مش كافيكم. يلا ما عليه نلعب بليارد مع الشباب هنا. أتمنى يا شباب الحلقة نالت إعجابكم. إذا ودكم تكمل حطوا لي لايك وكتبوا لي كومنت. شكرا من تسمين القناة وشكرا من وصولكم من دعمني بلايك كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.